هذا العالم اسمه محمد ناصر الدين ابن الحاج ابن نوح الألباني، ولد رحمه الله عام 1333 في عاصمة دولة ألبانيا. كان من ضمن أفراد أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها العلم الشرعي، إذ كان أبوه آنذاك يعلم الناس ويوجه الناس. لما جرى ما جرى في دولة ألبانيا في وقت زعيمها الذي أراد أن يطبق فيها العلمانية، هاجر أبوه بأسرته ومن ضمنهم العالم المحدث الذي أعتبره أنا في مثل هذا العصر هو أمير المؤمنين في الحديث، كما أن ابن حجر رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث. فهاجر والده إلى دمشق لتكون له البلدة الدائمة التي سيقيم فيها، فتوجه هو ومعه أبناؤه ومن بينهم الألباني رحمه الله.